طيب خلينا نروح نشوف او نسمع من الكابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي الدولي وعن طاقم التحكيم في مباراه غدا ان شاء الله. كابتن ناصر ازي حضرتك يا فندم، وطمنا الاول من وجهه نظرك كيف ترى طاقم التحكيم لمباراه بكره ان شاء الله؟ تحياتي ليك كابتن اسلام، وتحياتي الكابتن هاني رمزي والكابتن محمد جمال والكابتن محمد مصطفى وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. حاجه جميله جدا وبيستمتع في الحقيقه كابتن اسلام. ربنا يخليك يا كابتن ناصر. يعني بكره طاقم التحكيم واحد من افضل اطقم التحكيم اللي احنا عارفين عنهم وعارفين ان هم من افضل اطقم التحكيم، راي حضرتك؟ مفيش كلام كابتن اسلام، هو مدرسه ثانيه خالص مختلفه تماما عن الحكم اللي هو حكم مباراه الاهلي اتحاد جده. شفنا الحكم اتحاد جده والاهلي قد ايه كان هو متعصب، مش قابل مناقشه من اي لاعب. وهنا دايما بنقول للحكام دايما خليك هادي، طول ما انت هادي قراراتك بتبقى صحيحه، طول ما انت منفعل بينعكس ذلك على القرارات التحكيميه. وشفنا قد ايه الاداء ما كانش على مستوى، وبعض القرارات هو راح فيها للفار. نروح لسيمون حكم هولندي، هو افضل حكام في الحياه طبعا في القاره الاوروبيه وافضل حكام كمان في العالم. النهارده كان عندنا لو تفتكر كابتن اسلام، هو جه مصر هنا ادار مباراه النادي الاهلي وبيراميدز في الجوله 11، الكلام ده بتاريخ 2/1/23، المباراه اللي النادي الاهلي فاز فيها 3 اهداف مقابل لا شيء، هدفين لعمرو السوليه وهدف للشحات في الدقيقه 93. المفاجاه ان هذه المباراه خرجت ببطاقه صفراء واحده بس، وكان اداء رائع جدا، كان عنده قدره على قراءه اللعب رغم ان كانت اول مباراه عنده في القاهره، كان عنده قدره كمان على التحرك فوق الميدان، شخصيه تحكيميه مستوى عالي، بيدي امان اللاعبين يا كابتن اسلام داخل ميدان اللعب. يعني مش بيعطلك كلاعب، بيساعدك في انك انت تلعب براحتك. كمان عنده شخصيه تحكيميه متميزه جدا جدا نتيجه الثقه في القرارات التحكيميه اللي هو بياخدها. أدار طبعا نهائي كاس عالم 2022 في قطر ما بين الارجنتين وفرنسا، وكان المفاجاه انفانتينو وكان كمان كولينا اشادوا بيه اشاده كبيره جدا في هذه المباراه. وأدار ايضا نهائي كاس دوري ابطال اوروبا ما بين الانتر وما بين مان سيتي، وعمل مباراه كبيره جدا جدا. عايزين نقول التحكيم بكره ان شاء الله اللاعبين اعتقد يعني هيكونوا مركزين في المباراه فقط، حكم جيد. النصيحه كابتن اسلام المهمه للاعبين داخل ميدان اللعب، عندنا دايما بنتكلم على المخالفات ركله الجزاء، وهنا شفنا الفتره الاخيره غالبيه المخالفات بتيجي نتيجه لمس الكره بالايد. طب ايه الموضوع؟ الموضوع بقى صعب قوي على اللاعبين وبقى على الحكام. شفنا المباراه اللي فاتت مخالفه على محمد عبد المنعم، والمخالفه احتسبت ركله الجزاء، وركله الجزاء بقول بكل اللي فاهم القانون وتوضيح القانون في اخر تحديث قال ان هذه الحاله لا يجب ان هي تحتسب، ولكن هو الراجل حسبها والفار استدعاه في هذه الحاله. طب الحل يا كابتن اسلام، بنقول دايما وانت بتقابل كمدافع داخل منطقه الجزاء لابد تخلي بالك من شيء مهم جدا، خلي الايد والذراع يعني على قدر المستطاع. روشيتا كابتن زي المره اللي فاتت داخل الجسم. روشيتا كابتن زي المره اللي فاتت، يعني حضرتك قلت لنا المره اللي فاتت رقم واحد يجب ان يكون الهدوء مع الحكم، فلقينا مثلا يعني ان كهربا بمنتهى الهدوء وكل حاجه راح للحكم واتكلم معاه في موضوع ضربه الجزاء اللي في الاخر اعتقد ان كان له دور في ان هي يتم احتسابها اللي هي ركله الجزاء الاولى ضد اتحاد جده. فروشيتا زي المره اللي فاتت كده، رقم واحد كذا، رقم اثنين كذا. تمام، رقم واحد يا كابتن احنا قلنا الحكم النهارده زي ما قلت حكم على مستوى عالي جدا، زي ما قلت النادي الاهلي بيركز وده المطلوب من اللعيبه تركز داخل ميدان اللعب، لانه زي ما قلت مفيش قلق جدا من الحكم كابتن اسلام، حكم هيبقى ان شاء الله اداؤه هيبقى على مستوى عالي. زي ما قلت التركيز زي الماتش اللي فات كابتن اسلام، اللاعبين داخل ميدان اللعب التركيز اكيد بيؤدي الى النتائج المهمه ودوت المطلوب ان شاء الله. المناقشه مع الحكم مش عيب ان انا اناقش الحكم، وزي ما قلت يقبل المناقشه، الهدوء في المناقشه طالما المناقشه بتبقى مش خارجه عن السلوك. زي ما قلت كهربا كان ليه دور كبير جدا يا كابتن اسلام، ودي ثقافه تحكيميه بنقولها للاعبين، لما تكون متاكد من حاجه وشايفها روح للحكم، مش تضغط على الحكم ولا حاجه، ولكن حتى لما بتروح له كمان باسلوب وبسلوك طيب الحكم بيتقبل منك، وبالتالي هنا الفار بيتحرك يا كابتن اسلام. انا اللي بقوله مهم جدا، احنا بكره ممكن تكون في مثلا شكل دفاعي ممكن يكون
من اللاعبين داخل منطقه الجزاء، نخلي بالنا من لمسات اليد يا كابتن اسلام، دي مهمه قوي. يعني احيانا اللاعب لا شعوري اليد بتخرج او الذراع بيخرج، وهنا الحكم ما بيفرقش سواء انت بقى انت قاصد او مش قاصد، فمهم جدا داخل منطقه الجزاء ده تمام. اللي احنا بنتكلموا على اللاعبين سيمون هادي، شخصيه تحكيميه على اعلى مستوى، تركيز اللاعبين داخل ميدان اللعب اعتقد ان شاء الله باذن الله ربنا بكره يوفق النادي الاهلي، ولان الاهلي قادر ان شاء الله باذن الله ان هو يعمل نتيجه ايجابيه ويفرح جمهوره وكابتن الاسلام. الحكم سيمون حكم على مستوى عالي، نتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله غدا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس.